السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله، اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. دلوقتي شيخ مصطفى، انا ليا اخ، تمام؟ تمام. اخي دوت اصغر مني ب3 سنين. طيب. ابويا يعني من الاكل مدلعه. ماشي. انا ليا اخ اكبر مني، بحترمه جدا، واستحاله ان انا اصلا افكر ان انا اعلي صوتي عليه، مش اشتمه. اخي ماشي. الصغير دوت بقى، الصغيره والكبيره ممكن يشتمني. ماشي. ممكن يشتمني ويقول لي ادبه عليا، وكذا مره كلمته في الموضوع دوت ومفيش فايده. جه في رمضان كنا واقفين في العزاء، في عزاء شخص قريبنا، واحنا واقفين وانا واقف في العزاء، اختي الصغيره جايه بتجري عليا، انا والدتي متوفيه، اختي الصغيره جايه بتجري عليا، فبيشخط فيا قدام الناس وقدام ابويا، هات البيت. فقلت له، فباللغه العاميه يعني بتاعتنا، اسكت. فلقيته راح جاي ردد عليا، ابويا واقف وناس واقفه، شتمني بامي. انا امك يا امه؟ ايوه بقول لك اخويا. ايوه، اخوك من الاب ولا من الاب والام؟ ايوه، من ابويا وامي. طب ازاي اشتمك بامك يعني؟ الله الله، والله شتمني بامي. امي متوفيه في السعوديه، كانت بتعمل عمره، توفت هناك واتدفنت في البقيع. ما هي امك يا امه. ايوه. طيب ابوك واقف كده ساكت؟ ابويا واقف. على فكره يا شيخنا، اللي انا عايز اقوله لك، الا والله والله اخي بيعمل اكتر من كده، وبعلم ابويا، وابويا عمره ما يغلطه. طب ونعمل ايه بقى؟ السؤال، ما السؤال؟ انا دلوقتي شتمني بامي، فانا وخد بعضه ومشى. رحت جاي انا رديت على ابويا وقلت له، انا اسف اللي انا اقوله، قلت له والله تربيتك تربيه وسخ، انا قلت له كده الصراحه يعني، وخدت بعضه ومشيت، وبقيت في حاله المهم نفسيه استغفر مش الله بقى وتوبوا الى الله وابداوا صفحه جديده كده على طاعه الله ورسوله والخلق الكريم الحسن. سلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله.